تتواصل الانطلاقات ويتجدد اللقاء 10 أشواط صباح هذا اليوم. تتواصل فيه التحديات، انطلق الشوط الخاص بالجعدان في هذا المسار، وهذا التحدي الجميل والرائع. الشوط العاشر للجعدان الفطامين، يتقدمهن ويقودهن مرموق حمود بن سالم بن حمود العمري، يسيطر على مقدمة الشوط ويقود الجعدان. يليه في المركز الثاني يتقدم هنا مسكت غدير بن خادم الصالح الزرعي، ولكن تقدم في هذه اللحظات هذا نسيم الصباح عبد الله بن حمود بن سعيد العويسي، انطلق في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، وصل في هذه اللحظة وتقدم هنا. أنا بشوف رقم 15 اللي هو مياس حمد بن سعيد بن سيف الرميثي قادم. الله 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 يا الجعدان، يلا 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 يلا. التوقيت هناك عند حمود العمري 2:15. بنشوف الجعدان وانطلاقتها وتحدياتها، ما صدرت أوامر حتى هذه اللحظات. قدم شوي هناك مع المركز الأول، مع الانطلاق الاول مسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين مياس حمد بن سعيد بن سيف الرميثي على المركز الاول. ولكن اوه يا سلام، روح هناك يا سلام، وصل سهم محمد بن حمود بن عبد الله الخميسي انطلاقة السهم. الله الله، هذا الشاب مقدم انجازات جميلة. يا سلام، السهم انطلاقة السهم محمد بن حمود بن عبد الله الخميسي الذي ينطلق مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول. ولكن هناك هباش سعيد بن حمد بن سعيد الكاسبي على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، وشوف هناك رقم 24 اللي وصل مسكت غدير بن خادم الزرعي، ولكن لازال الخميسي خلاص انتزع الناموس سهم محمد بن حمود بن عبد الله الخميسي. والمركز الثاني 19 اللي وصل في المركز الثاني هباش لسعيد بن حمد بن سعيد الكاسبي، والمركز الثالث. عموما على كل حال بقية المراكز ما تابعنا ارقامها. التوقيت الزمني 2:17 اللي هو السهم